خويا الظروف ما كتساعدش على الوقايه من الكورونا خويا، طرام شويه طاكسيات والطوبيسات راه ما كاينش وقايه، راه ما كاينش وقايه، بنادم بزاف وهذا والسواق وكل شيء ما كيساعدوش على الوقايه. صح، ملي كنخرجوا انا كنمشيو نتقداو كنلقاو بعدا كاين الوسائل، بعدا انا كاين الناس اللي عارفين ان هاد زمن كورونا يعني دايرين الاحتياط ديالهم، دايرين الوسائل ديالهم، كنمشيو عند مول الحانوت كنلقاو يعني معقم الفلوس ديالو، كنمشيو نتقداو هكاك في اي بلاصه، بعدا الانسان وعى ونوعا من هذه من الحجر الصحي. ملي كان الحجر الصحي الانسان كان خايف، خايف لا يخرج ويكون تكاتب، ولكن الحمد لله الحمد لله ملي خرجنا لقينا الوسائل ديال الوقايه بزاف. هذيك الوقايه راه ما كايناش اللي كتعرف الطوبيس راه كتلقاها بلان عامر، يعني ما كاينش ديك المسافه اللي كتعرف كيف ما هي، وتعقيب مره كتلقاها مره ما كتلقاهاش، مره كتلقاها وكتلقى ديك القرعه خاويه ما فيها والو، وهذا هو اللي كاين. الطوبيس راه ما كاينش المسافه حيت بنادم باغي يمشي للخدمه. فيما مشينا كنلقاو اي بلاصه مشينا لها كنلقاو فيها ورقه معلقه شنو خصنا نديرو، الوقايه اللي خصنا نديرو، واي بلاصه مشينا لها كنلقاو فيها التعقيم وشنو خصنا واي حاجه باش ما نعرضوش راسنا للخطر ديال كورونا. والظروف مساعدانا على بزاف الحوايج باش نعالج باش ما نتعاداوش بهذا المرض اللي سميتو كورونا. خويا من ناحيه هادشي ديال التعقيم وهادشي هذا ما كاينش، يعني ما كتطلع للطوبيس ما كتلقاش بحال هاد الوسائل، كتمشي اخويا المحلات ما كتلقاش بحال هاد الوسائل، بزاف ديال الحوايج. المهم بلاصه وحده اللي كنت شفت فيها هادشي ديال التعقيم هي ماري كومون، كنت مشيت لها واحد المره ولقيت فهمتيني منين ما دزتي. المهم كتدخل شي كافي بحال هكا كتلقى رشاشات في الباب، يعني مع كتبغي تدخل ضروري خاصك تعقم يدك وداك الشيء باش تدخل. اما هادشي ديال الطوبيسات الهماج مزيان، كيديروا امتيني المعقم في الحوانت في الطوبيس مزيان، ماشي الانسان كياخذ احتياطات. كاينين الناس اللي واعين راه كيخليوك باش ضروري توعى معاهم، وكاينين شي ناس اللي واخدينها ماشي بجديه، يعني عندهم بحال كي كاينه الوقايه كما كاينات. بحال دابا انا يلا حيد دابا الكمامه هي عندي، ولكن ملي كنت في الكار جاي دابا انا مسافر 6 ايام وبليجي باش غادي ديرها، والكار هو فيه التعقيم مع الطلعه ومع النزله